التاسع في 50 دقيقة مدينة العرعر 27/7/1442 للهجرة. الغبار قوي، رياح قوي. الصباح في عرعر. هذه يا ساتر الدنيا انعدمت. الرؤية الرؤية شفتها في حياتي. ما شاء الله. كم سنة كنت طيران انت؟ آخر مرة شفت حاجة كانت شبه كده 1982. أنت كم سنة طيران؟ من سنة 79. يا ساتر أول مرة شفت حاجة كده. الآن الرؤية معدومة. الرؤية تتصور كمان.